محمد خضراوي رئيس شعبة التواصل بمجلس أعلى السلطة القضائية. اليوم كيف ما شفتوا هو لقاء كبير متميز يتميز بالرسالة الملكية السامية التي أكدت على مضامين كبرى في مجال العدالة والاستثمار، يجب على الجميع الالتزام بها، يجب على الجميع الانضباط لها. نحن أمام رسالة ثقة ورسالة التزام. السيد رئيس المنتدى أكد على أهمية هذه الرسالة في كلمته، أكد أيضا على أنه لا استثمار بدون قضاء قوي، أكد على مضامين كبرى التي تبين وجه القضاء المغربي الحقيقي المشرق الذي يدعم التنمية، يدعم الاستثمار، ولكن لوحده غير كافي بطبيعة الحال، لابد من تضافر جميع جهود السلطات، باقي السلطات، باقي الآليات الأخرى لابد تكون متوفرة. اليوم مؤتمر كبير بمواضعه التي سيشارك في مناقشتها عدد كبير من الدول، عدد كبير من القامات السياسية والقضائية، إذا نحن أمام حدث علمي مهني دولي كبير. مراكش أصبحت فضاء للحوار، فضاء للعدالة بالعالم. نحن فخورون بهذا الحدث، والأكيد أن مخرجاته أيضا ستكون في نفس المستوى، ولنا اليقين بأنه سنواصل بطبيعة الحال في هذا الورش الكبير تحت رعاية صاحب جلالة الملك حسن محمد السادس نصر الله. أحضر للمرة الثانية بمدينة مراكش فعاليات المؤتمر الدولي للعدالة. هذه النسخة ستعالج موضوع العدالة والاستثمار، الرهانات والآليات. طبعا لاحظتم حضور وفود أجنبية من مختلف بقاع العالم، وزراء عدل، رؤساء مجالس أعلى للسلطة القضائية، رؤساء النيابة العامة، كذلك نقباء ومحامين وخبراء ومتخصصين وموثقين، كلهم سينكبون على معالجة موضوع واحد هو توفير السبل والشروط المناسبة لضمان استثمار فعال منتج في بلدنا وفي مختلف البلدان الحاضرة معنا. سننفتح على تجارب العديد من الأقطار في هذا المجال، وكذلك سنوصل تجربتنا المغربية إلى هذه الأقطار. غايتنا هي أن نسيج هذا الاستثمار في بلدنا بقواعد قانونية واضحة وصريحة لا لبس فيها، تضمن وتؤمن للمستثمر أن يمارس مهامه في ظل قانون واضح، وكذلك سنبحث في تطوير الآليات القضائية للتصدي لمختلف المنازعات الناشئة عن الاستثمار. اليوم نشارك في هذا المؤتمر، المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش في نسخته يعني الثانية. هذه النسخة اختير لها موضوع العدالة والاستثمار. طبعا هذا الموضوع هو موضوع راهني وموضوع له أهميته، لأنه الاستثمار هو يعني رافعة مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا من حيث التشغيل ولا من حيث يعني الاستقرار الاجتماعي. وبالتالي أعتقد أن اختيار هذا الموضوع هو موضوع مهم جدا، كما جاء في الرسالة الملكية التي تليت في افتتاح المؤتمر، وكذلك الكلمات الافتتاحية للسيد الوزير العدل وللسيد رئيس المنتدب للمجلس على السلطة القضائية ولرئيس النيابة العامة، كلها أكدت على ضرورة يعني البذل المزيد من الجهود لتحديث الترسانة القانونية، وكذلك ضرورة العمل أكثر في المحاكم المغربية لمواكبة يعني مواكبة تطورات المجال الاستثمار، والبحث عن كذلك عن آليات جديدة لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار، وخاصة عبر آلية الوساطة والتحكيم. إذا نتوقع في يعني أن يصدر يعني توصيات عن هذا المؤتمر كلها تصب باتجاه تطوير يعني مجال العدالة والاستثمار. الآن قطعنا أشواطا كبرى في مجال القضاء التخصصي، القضاء التجاري، يعني ما يفوق 25 سنة على تأسيس المحاكم التجارية في بلدنا، ولا شك أننا راكمنا يعني شهادات قضائية في هذا المجال. ثم أن هذا المؤتمر توصل برسالة ملكية سامية وجهها صاحب الجلالة، يوضح فيها كل مستلزمات وكل متطلبات تنمية وتسييج وتأمين الاستثمار، وجعل المستثمر الذي يلج بلدنا مطمئنا آمنا على أمواله وعلى مشاريعه، وكذلك آمنا من حيث قدرته على تحقيق ما يصبو إليه في ظل قانون واضح وفي ظل قضاء كفء متخصص فعال. شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي.
ما تنسوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.